السلام عليكم أعزائي السادة المشاهدين، بنقدم لكم النهاردة الكوكتيل المصري الأصلي. جاهزين؟ يلا بينا. أجيب التلج. جيلي كولا. برتقال بقطعه شرايح. العنب خوخ وموز، مانجا وكيوي، مريندا برتقال. اديها سبرايت، اديها نديها شويبس اناناس. انك لايك. نديها عصير مانجا، ونقدر ننسى المانجا ده حبيبتنا دي. هلا 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 نجيب باربيكانا يا جماعه. عصير تفاح. اخر حاجه الريد بول يا جماعه، دي اهم حاجه في الموضوع. الطاقه كلها بقى ده بقى حاجه عالميه. ندوق ونشوف برضه. يا جماعة أقسم بالله الكوكتيل أنا مش كلام، مش طبيعي. واو. بس بقى يا حاج ها؟